كابتن احمد بمنتهى الصراحه اسالك سؤال وعايزه اجابه صريحه يعني بجد. هو احنا دلوقتي طب انت مالك زعلانه ليه يهمنا طيب؟ عشان لا ما مش زعلانه بس انا بسالك سؤال مهم. طيب هو احنا يهمنا دلوقتي بمنتهى الصراحه ان احنا نفوز بس، ولا ان احنا نفوز ونلعب كويس؟ وفكره ان انا افوز بعد او ال 90 بلس بتاعي ده مقلق جدا، خليني برضه اكون صريحه أكيد. معاك، بتشوف ده ازاي؟ بص هو يعني الفترة اللي احنا فيها دي في ظل تلاحق المباريات ما تستنيش أداء في بعض أصلاً المباريات طبعا، لأن في عندك مجموعة من الإصابات، لعيبة بتلعب في غير أماكنها، كل 3 4 أيام مباراة، أنت عينك على بطولتين مهمين جدا، فأنت الأهم حاجة دلوقتي بتفكري فيها أنك أنت 3 بونت عايز توصلي للمنافسة، تخشي تبقى أول الدوري، بتلعب متوازن بين بطولتين مهمين جدا، فرق بينهم كل مباراة 3 4 أيام، أي مدير فني ساعتها تقول له لا الـ 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 الأداء ولا المكسب، التاريخ ما بيفكرش غير أو ما بيذكرش غير النتائج النتائج. النتائج الأهلي كسب إزاي؟ إحنا ما نفتكرش الأهلي سنة 85 خد الدوري كسب مين وكان شكله إيه خالص. النادي الأهلي حصل على بطولة أفريقيا 2022 اللي هي إن شاء الله بإذن الله اللي هتبقى الثالثة على التوالي. هو ده التاريخ بيذكر كده، التاريخ بيذكر ان النادي الاهلي خد الدوري السنه دي ان شاء الله 2022 مع كاس افريقيا باذن الله، مع كاس مصر بس ما بينساش برضو اللعبه الحلوه والكره أكيد. الحلوه والباس الحلوه وبتفضل مخلده زي ما بتقال ده اكيد طبعا. انا شايف ان امبارح الاداء كان حلو،